احنا نبداو من الاول. هذا انسان تيطيح، هزينا عند الطبيب الاول قال لك ما عنده والو، دينا عند الطبيب الثاني قال لك ما عنده والو، تيطيح تيتسرع. الاطباء كلهم ثلاثه اربعه ديال الاطباء قال لك اودي راه ما عنده باس هذا الراجل، ما لقاوش عنده المرض الذي يسمى المرض العضوي. كاين المرض قسمان، مرض عضوي يديك تضرك، يديك فيها شي حاجه كديرها في الراديو كيبان شي حاجه في يديك مريضه، هذا كيتسمى مرض عضوي واضح، خصو الطبيب، خصو الدواء، خصو العمليه، خصو الطبيب. لما الطبيب يكون هذا الانسان تيطيح وتيقول لنا ما عنده باس وما عندوش مرض عضوي، عقله مزيان، الدماغ ديالو مزيان، الدم في جسمه مزيان، كل شيء مزيان، هنا الطبيب لما كيعجز يوصف الحاله ديال المرض كتولي الحاله خارجه عن المرض العضوي، كتولي حاجه اخرى اللي هي الصرع واللي هي تسلط الجن على الانسان. والاصل في الجن انه لا يتسلط على الانسان هكذا، لان الله حفظ الانسان، وقد قال ربنا في كتابه ويرسل عليكم حفظه. من هم الحفظه؟ الملائكه. لماذا سموا حفظه؟ علاش كيتسموا الملائكه حفظه؟ لانه يحفظون الانسان من بطش الجن والشياطين، فهم حافظين، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهم يحفظون الانسان، الملائكة تحفظ الإنسان. إذا الأصل لا يسلط الشيطان ولا يسلط من جهة الاعتداء الجسدي على الإنسان إلا إذا الإنسان اعتدى على الجن وأزعجه في بيته وصب الماء الحار عليه في مكانه. كيجي يكب الماء الحار مسخون، تيجي يبدي يكب في المسخون، خصك تسمي تقول بسم الله وتكب الماء سخون في المجرى، تكب الماء سخون في الحمام، خصك لازم تقول بسم الله. وانت في السنه النبويه امرت انك اذا دخلت الى بيت الخلاء تبدا باليد بالرجل اليسرى وتؤخر اليمنى وتقول بسم الله، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث هم ذكران الجن والخبائث هم إناث الجن، إذن هما تكونوا في الأماكن القذرة والأماكن العفنة والأماكن الوسخة، هذا هي المحلات ديالهم. فأمرت أنت أن تبتعد عنهم. لما تسمي أنت تقول بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث، كيبعدوهما، ما تقربوش من الإنسان في الأصل، كيبعدو. فأنت تستخدم بيت الخلاء من غير وجودهم. وجاء في الحديث الآخر الثابت قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش محتضرة. الحشوش جمع حش، كنقولوا احنا في الدارجة الحش، هي بحال الزريبة، الشجر، الربيع، الزريبة، كيكونوا فيها حاضرين الجن والشياطين. فإذا وصلت إلى أي مكان علمت في الأدب الإسلامي أن تسمي، أن تقول بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلما نزلت أو صعدت لا بد أن تذكر الله وأن تسمي بسم الله، وأنك تتعوذ من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بعزة الله وقدرتي، أعوذ بالله من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فأنت تستعيذ بالله ولا تقدم على إزعاج هؤلاء الساكنين في الخلوات والفلوات والجحور والغيران والحجارة. لما توصل هذه الأماكن لازم تقول بسم الله، تبعدهم من الطريق ديالك، تقول بسم الله فيبتعدون من طريقك، لازم تسمي. أما واحد جاء خلط على واحد الحجرة وهزها، كانوا ساكنين فيها أبناء الجن، أزعج أولاده
وأضر بهم فانتقم منه. فهمتها؟ هذا هو الذي يحصل. فلا بد من التسمية. حتى النساء في البيوت كنعلموهم منين يجيو يكبوا الماء سخون في المغسلة ديال المطبخ تقول بسم الله الرحمن الرحيم. سلقات واحد الروز ولا واحد الطعام ولا هذه والماء بغات تصفيه في الكسكاس الصفاية الماء سخون تقول بسم الله الرحمن الرحيم دائما البسملة. ما تخلطش وتكب الماء سخون في الكوزينة ولا في المغسلة ولا في لافابو ولا لازم البسملة لازم بسم الله الرحمن الرحيم.